يعني مش عايزين ندخل بصراحه في كلام النادي الاهلي في غنى عنه، لكن انا بس بوضح بعض الامور. امبارح كان معايا جيراودو وكنا بنتكلم، وكان بيقول ابنه اتولد 6-1، وانا قلت له والله العظيم كان الموضوع بالنسبه لي مفاجاه، كان بالنسبه لنا كلنا مفاجاه، يعني انتوا عارفين لو ما بنرتبش احداث. فانا قلت له لا لازم احكي لك بقى قصه ال 6-1، فازاي بقى انا اقول كده؟ يعني بنتكلم في حقيقه، يعني بنتكلم بفهم اللعيب بتاعنا ان شاء الله يكون لعيب اضافه، واضافه قويه كمان جدا امتدادا لجيلبرتو وفلافيو زي ما اتكلمنا معاه امبارح. حاجه جميله قوي، حاجه مميزه قوي، تحس ان هو شخصيه عاقله جدا وفعلا ما اتكلمش او صرح بحاجه غير لما هيعمل ان شاء الله. ازاي بقى انا اقول كده ومش عايز اقول لكم ايه اللي حصل فيا على الفيسبوك؟ يعني مش عارف، يعني انا ما كانش في دماغي اساسا، لكن هو اتكلم في ابنه 6-1، اعديها يعني بذمتكم انا اعديها؟ ما ينفعش اعديها. الراجل بيتكلم كمان، يعني اتكلم بصراحه الجمله بتاعته كمان لما قال الانديه اللي حطت فلوس على الترابيزه ولقيت انجازات وبطولات النادي الاهلي على الترابيزه، فطبعا اخترت. كان حديث ممتع بصراحه بالنسبه لي. وكمان قبل ما اتكلم كمان في نقطه 6-1 دي، اتكلمت معاكم قبل كده، انا بتكلم بقى للاهلاويه حبايبنا يعني اللي على دماغنا من فوق، اتكلمت معاكم ان احنا هدفنا الاول والاخير اللي هو ارضائكم، عشان كده امبارح الحلقه كانت بعنوان اسال جيراودو. فالكلام امبارح كنت انا بستعين باسئلتكم اكتر. عندنا فريق اعداد قوي جدا ما شاء الله، عندنا سوشيال ميديا قويه جدا الحمد لله، لكن لما بندخلكم في حوارات انا ببقى قاصد اعمل كده. انا ببقى عايز، يعني انا نفسي اساسا تيجي تقعدوا معانا في الاستوديو لما يكون معانا ضيف او لعيب انتوا بتحبوه قوي، مش ضيف اللي انا هعمل معاه لقاء اعلامي للضيف او لقاء يعني روتيني، فبنخرج بره الروتين خالص. بستعين باسئلتكم، كانت على الفيسبوك على تويتر على انستجرام، كانت اسئله كبيره جدا جدا فكنت باخد منها قدر المستطاع، لكن سالت كل الاسئله اللي انتوا سالتوها. فالموضوع ما كانش مرتب بالصوره الروتينيه، وانا قاصد اعمل كده. ده الكلام لجماهير النادي الاهلي كانت بتتساءل يعني ليه خرجنا عشان ادخل مع اسئلتكم او اشارككم كل اوقات الحلقه. لكن ارجع بقى لل6-1، ارجع بقى لل6-1، واسالتكم وقلت لكم يا جماعه الراجل بيقول ابنه يوم بالنسبه لنا يوم كويس، يعني اكيد لو الزمالك كسب الاهلي 3 يعني ولا 4 كان الدنيا ما قعدتش، فالراجل لازم اقول له ال6-1 عشان يعرف النادي اللي بيلعب فيه عامل ازاي. ايه المشكله بقى اللي حصلت؟ اقول لك اصل انت بتكره وانت مش عارف ايه. طب انا بجد والله العظيم انا ليه هكره حد؟ او النادي الاهلي عموما ليه هيكره اي نادي بتواريخه بانجازاته بالبطولات ما شاء الله؟ او هيبص لاي نادي ليه؟ مع احترامنا الكبير جدا لكل الانديه، سؤال عايز برضو اجابه عليه. احنا ليه هنكره حد؟ يعني حد عنده بطولات اكتر مننا مثلا فاحنا بنغير منه، ولا حد مثلا الرعاه الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب بتتهافت عليه عشان يرتبط اسمه باسم تاريخ كبير قوي ونادي عريق جدا بحجم النادي الاهلي فاحنا غيرانين منه؟ ما هاتوا لي سبب، هاتوا لي سبب وقولوا لنا انتوا بتكرهوا نادي معين او بتكرهوا كذا نادي ليه؟ وانا تحت امركم يعني.